مرحبا بكم. ما زالت عجلة العملية السياسية تجري في ميادين الحرب الجائرة في سوريا التي لم تترك صنفا أو نوعا من الهجوم إلا وألمت به، بدءا من القصف المحتوم إلى الموت جوعا من جراء الحصار المفروض من قبل النظام. هذا العجز الذي ألم بالمعارضة دعا بعض الكتائب إلى سحب الشرعية عن الممثل السياسي لهم، حتى بتنا نشهد اليوم تلك المساعي السياسية التي تحاول لملمة الشتات الذي حل بمؤسسات المعارضة، وخصوصا بعد التفرد بقرار الذهاب إلى جنيف 2. فهل ستنجح المعارضة في مساعيها وتنقذ ما تبقى من سوريا؟ بالله العظيم أن نحافظ مخلصا على نظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي، وأن أحترم الدستور. 50 سنة من نظام البعث والأمن والمخابرات يعني تحصي أنفاس كل فرد. حرية حرية وبس. هكذا استطاع الائتلاف الوطني وهيئة الأركان استيعاب الزوبعة التي أثارها رئيس الائتلاف أحمد الجربة بإعلانه استعداد المعارضة للذهاب إلى جنيف من دون الشرط التخلي عن تنحي بشار الأسد عن السلطة، وهو الشرط الذي كان سببا في استمرار الثورة لأكثر من 30 شهرا ودفع دونه السوريون أكثر من 100,000 شهيد. مناورة الجربة أدت على الفور إلى هزات ارتدادية وجدت صداها في الإعلان عن تشكيل مجلس يضم أكثر من 40 فصيلا مسلحا تحت مسمى الجيش الإسلامي. المولود الجديد أعلن عن عدم اعترافه بشرعية الائتلاف الذي يقوده الجربة. جراح المبادرة التي أطلقها الجربة زادت منها تسريبات غربية تتحدث عن توافق روسي أمريكي على تمديد رئاسة الأسد التي من المفترض أن تنتهي في منتصف حزيران في العام 2014، وهو تداعي قد يكون راجحا في ظل التقارب والتفاهم بين كل من لافروف وكيري. مناورة الجربة ضاعفت من حجم الهزات العنيفة في صفوف الثوار مع الإطلالات المتكررة للرئيس السوري بشار الأسد أمام الشاشات العالمية، والتي حاول فيها الظهور كزعيم قوي بعد أن أعلن وزير خارجيته وليد المعلم عن تخليه بشكل سريع ومفاجئ عن ترسانته الكيميائية. الأسد حاول تعويض هذه الهزيمة من خلال التأكيد على نواياه بالترشح للرئاسة في نيسان المقبل، تاركا الباب مواربا حول تلك النوايا من خلال ربط تلك الإرادة برغبة الشعب، والأكيد أن الشعب هنا عبارة لا تعني الشعب السوري الذي يؤيد الثورة. ضمن هذه الخطوط العريضة التقى جناحا الثورة العسكري والسياسي، وقرر الطرفان إعادة التأكيد على ضرورة تنحي الأسد ومحاكمة المتورطين في جرائم ضد الشعب السوري، والأهم أن كلا الطرفين اتفقا على ضرورة التنسيق بشكل أكبر بين المؤسستين وبين هيئة الأركان، إلى جانب احترام مؤسسات الثورة السورية التي على رأسها الائتلاف الوطني بحسب المجتمعين في إسطنبول. هل دعت الحاجة إلى إسقاط الشرعية ليتوجب لملمة الشتات من قبل الائتلاف الوطني السوري وهيئة الأركان؟ القرار الفردي لرئيس الائتلاف بالذهاب إلى جنيف 2، هل كانت قنبلة جديدة ومنفردة في المعارضة السورية؟ وما تأثيرها على العملية السياسية السورية؟ وكيف يمكن التحدث عن جنيف 2 وفي كل يوم في سوريا يموت طفل إما قصفا أو ذبحا أو جوعا من تأثير الحصار على المدن السورية؟ محاور أناقشها مشاهدينا الكرام مع ضيوفي. معي في الاستوديو العقيد والطيار الركن يوسف الأسد النعيمي، رئيس الاستطلاع في قيادة الفرقة 20 الجوية، وعبر الهاتف الأستاذ هيثم المالح رئيس الهيئة القانونية في الائتلاف الوطني السوري، وعبر سكايب سينضم إلينا السيد عمر حمزة الناطق الإعلامي في مجلس قيادة
الثورة في ريف دمشق. والبداية معك سيادة العقيد، مرحبا بك. أهلا. قبل البدء عن مساعي الائتلاف وهيئة الأركان في لم الشتات ولم الشمل عن جديد لإنقاذ المؤسسات، مؤسسات الثورة السورية، برأيك لماذا أقدمت بعض الكتائب عن إسقاط الشرعية عن الائتلاف الوطني السوري؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. صراحة يعني ما وصل إليه مقاتلون الأبطال الثوار في الداخل من حالة من اليأس من المعارضة الخارجية بكل ما تمثل، دعاهم إلى الإعلان، الإعلان المباشر من خلال 50 تشكيل، تقريبا 50 تشكيل مقاتل على الأرض، دعاهم إلى الإعلان المباشر عن عدم اعترافهم بأي معارضة خارجية مهما كانت، معارضة عسكرية أو معارضة سياسية وما إلى ذلك. يبدو أن هذه الحالة من الأحباط التي وصل لها وهذا اليأس من عدم وصول أي دعم وعدم التمثيل الصحيح لمقاتلين أو ثوار على الأرض دعاهم إلى هذا الأمر. نعم، لنسأل الأستاذ هيثم المالح. أستاذ هيثم، هذا الإسقاط لشرعية الائتلاف الوطني السوري لأي مدى هو شرعي وقانوني، وإلى أي مدى يؤثر على هذا الائتلاف؟ أولاً تحيات لك وللأخوة المشاهدين، إذا كان لديكم مشاهدين، والشفاء لجرحانا والرحمة لشهدائنا. الشيء الأساس عندما أنشئ بالأساس المجلس الوطني السوري لم يكن منبثقا عن أي جهة داخلية، المجلس الوطني السوري انبثق عن الجهات السياسية المتواجدة خارج سوريا، وشكل هيكلا من أجل الدفاع عن مصالح الثورة وتمثيل الثورة في الخارج في المحافل الدولية. هذا عمل سياسي بحت، وهو ليس تمثيليا، يعني بمعنى ليس برلمانا. ثم تغير الوضع عندما شكل الائتلاف في منذ 8 أشهر تقريبا في الدوحة. الائتلاف ضم المجلس الوطني السوري ومعه تشكيلات سياسية أخرى وشخصيات معروفة في الداخل. هذا الكيان هو كيان عبارة عن هيئة رئاسية، أنا أسميه في القانون هيئة رئاسية تملك صلاحيات تشريعية في غير غيبة البرلمان. هذه الهيئة تمثل الثورة السورية، ليس تمثيل بمعنى الانتخاب، لأنه لا يوجد انتخاب ولا يوجد إمكانيات اجتماع بالأساس. هذه عبارة عن مظلة سياسية الهدف منها إيصال صوت الثورة إلى الخارج، إلى المحافل الدولية، إلى مجلس الأمن، إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس حقوق الإنسان، وتقديم الجهد الدفاع عن الثورة. نعم نعم أستاذ هيثم، ولكن الداخل السوري هو مغيب عن هذا التمثيل السياسي. أنا ما حكيت، أنا قلت إنه هذا ليس تمثيلا، ما في شيء اسمه تمثيل انتخاب يعني، ولا يجوز أن نبحث في هذا الموضوع. أنت بتعرفي أن ليبيا أنجح الثورة 30 شخصية، ما كان في مئات الأشخاص اللي مسدوا الداخل. هدول ناس بيحملوا هموم الثورة إلى المحافل الدولية، نحن عبارة عن ناس سياسيين. يعني أنا كنت في الداخل، أنت بتعرفي وغيرك بيعرف، خرجت من جوا من أجل شرح أوضاع سوريا وشرح أوضاع الثورة والدفاع عنها ودعمها ضمن إمكانيتي أنا وغيري. نعم. فالائتلاف لا يجوز الحديث، هذا ما قام به الأخوة الذين قالوا نسقط الشرعية، ولا هذا عمل خطأ وخطأ فادح كبير، لأن الائتلاف هو الجسم الوحيد الآن الموجود من أجل يعني دعم الثورة ضمن إمكانياته. يعني الآن يعني ليس لدينا مليارات من الدولارات حتى نقدمها للشعب السوري، ونتمنى هذا، لأنه كل الوعود التي وعد فيها الائتلاف بدءا من مؤتمر مراكش أنهم كانوا سيقدمون مليار ونصف دولار، لم يقدم ولا مليار ونصف قرش سوري. وبالتالي إذا أردت أن تطاع فاطلب مستطاع، ضمن الإمكانيات نحن نلعب ونعمل. الائتلاف قام بجهد، نعم، عن هذا الجهد قليل ولا كثير، هذا جهد
يقدم فيه للثورة ناس متطوعين هنا في خارج نعم. سوريا، هؤلاء الناس التي لا كل ناس متطوعين لخدمة نعم. الثورة، ولكن يحسب التمثيل أو يعطي التمثيل، هذا خطأ كبير. نعم نعم أستاذ هيثم، ولكن هناك بعض المبادرات أو بعض الخطوات يتجاوز الائتلاف أو بعض من أعضاء الائتلاف الرأي الداخل السوري، ولكن سأتي على هذه النقطة. كمؤتمر جنيف مثلا الذي قال عنه أحمد الجرباء أنه سيذهب إلى جنيف 2 ولكن بدون شروط، ولكن سأتكلم عن هذا الموضوع في المحور الثاني من الحلقة. دعني أكمل، اسمح لي أن أكمل مع سيادة العقيد. سيادة العقيد، ماذا تأملون من مؤتمر إسطنبول؟ تم عقد الآن مؤتمر إسطنبول وتم التباحث، برأيك قبل أن أذهب إلى أمالكم في هذا المؤتمر، بناء على ماذا برأيكم تم إقرار هذا المؤتمر في إسطنبول؟ صراحة يعني بدي أعقب على شغلة يلي هو بالنسبة لثوار الداخل والفصائل المقاتلة، يعني للأسف يعني حتى الحدود الدنيا التي كانوا يتأملون بها من المعارضة الخارجية ومن الممثلين الخارج لم يحصلوا عليها ولم تتواجد، يعني مثل ماذا؟ يعني التمثيل، يعني إيصال صوتهم، إيصال معاناة الشعب السوري، إيصال الذين يقتلون، إيصال صوت الأطفال، إيصال المعاقين والمصابين في الداخل، إيصال صوت الجياع الذين يموتون من الجوع، يعني نعم. كل هذا يعني لا، نعم برأيك لماذا لم يتم طرح هذه المشاكل في مؤتمر إسطنبول؟ إذا لماذا أقيم مؤتمر إسطنبول؟ صراحة يعني في هذا الوقت يعني الثورة يعني ما أنا فاضية، بصراحة ما أنا فاضية للخلافات الجانبية ولا الخلافات الشخصية ولا الخلافات بين هذا وذاك والداخل والخارج، وبين فلان يسعى إلى منصب وفلان يريد أن يتسلق وفلان، يعني هذا الأمر ليس وقته الآن. يعني برأيك هل كان سبب هذا المؤتمر هو إسقاط الشرعية، كونه جاء بعد هذا البيان من بعض كتائب الجيش الحر، هل هذا هو سبب إقامة مؤتمر إسطنبول لعمل مصالحة ما بين الائتلاف وما بين هيئة الأركان؟ هل برأيكم هذا هو سبب إقامة مؤتمر إسطنبول؟ إذا لاحظنا نحن ب 27 أيلول الماضي عندما أعلنت الفصائل المقاتلة على الأرض بيانها، يعني على الفور السيد الجربة رئيس الائتلاف على الفور أعلن من نيويورك بأنه سوف يعود ويجد حلولا لهذه المشكلة التي اعتبرها مشكلة، يعني ربما تكون مشكلة عابرة. ولكن يعني صراحة البارحة في مؤتمر إسطنبول يعني اجتمع مختلف أطياف المعارضة الخارجية، يعني من المجلس العسكري الأعلى ورئاسة الأركان والائتلاف وممثلون كانوا في هذا الاجتماع، يعني الغاية منه يعني أنه محاولة إلى حد ما يعني محاولة إيصال رسالة إلى الداخل، إلى مقاتلي وثوار الداخل، بأننا يعني البيان يمكن كان واضح عنا البيان يلي هو أنه يعني ضرورة الاعتراف بالائتلاف بأنه هو المظلة السياسية لهم في الخارج، ما هن أساسا يعني البيان نعم. اللي أصدروه هن من يأس، من عدم التمثيل الجيد. نعم، لنسمع رأي الداخل السوري. سيد عمر حمزة، الناطق الإعلامي في مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق. سيد عمر، سمعت عن مؤتمر إسطنبول الذي جرى ما بين الائتلاف وهيئة الأركان، على ماذا تعولون في هذا الاجتماع أو هذا المؤتمر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة عدم اعتراف الداخل بالائتلاف الوطني لم يكن يعني في الفترة في الشهر التاسع، كان منذ الشهر السابع عندما انتخب أحمد الجربة، وحدثت فضيحة بكل المقاييس وقتها، ووصل كل ما حدث في الكواليس إلى الداخل السوري، واكتشف من خلال هذه الكواليس حقيقة الائتلاف الوطني وحقيقة الكعكة التي يتقاسمونها. وصلت بعض التصريحات المسربة لهذا الطامع وذاك. طبعا نحن نحترم
كثير من موجودين بالائتلاف، يعني الاستاذ هيثم مالح في مقدمه من نحترمهم ونجلهم، لكن نتكلم عن هذا الجسم كجسم الان الائتلاف الوطني. هم اتفقوا في الخارج، هم اجتمعوا هم في الخارج، يعني بالنتيجه لا زال صوت الداخل مقموع، لا زال صوت الداخل غير مسموع، لا زال صوت الداخل غير معنيا به. يعني وجه مجلس قياده الثوره في ريف دمشق بيانا سياسيا من وقتها، ايضا في حماه وجهوا بيان سياسي وختموه في بيوم 8/7/2013، قالوا في اخر ثلاث كلمات اصلحوا ائتلافكم لتمثلونا. هذه ثلاث كلمات تلخص المشهد، اذا ائتلافكم غير صالح لتمثلونا، اي ان الائتلاف حاليا لا يمثل صوت السياسي لهذه الثوره. وهناك الكثير والكثير من الاسباب، اقول اكثرها كان يعني التي قصمت الظهر كما يقال هو ما حدث بانتخاب احمد الجربه، الكواليس الذي حدثت، تدخل دول في انجاح هذا الشخص، وهو كان بعيد عن يعني الحاله الثوريه التي هي في الداخل السوري ولا زال بعيدا الى الان. نعم، انتقل الى الاستاذ هيثم المالح. استاذ هيثم، سمعت ما قاله الناطق الاعلامي باسم قياده الثوره في الداخل، هناك استبعاد سياسي وتجاهل للبيانات التي يطلقونها في الداخل، فبماذا ترد على ما هو متهم به الائتلاف؟ يعني انا شوفي يا اختي، الشيء الاساسي الائتلاف لديه اخطاء كثيره اسبابها عدم المأسسة، عدم الالتزام بالنظام الاساسي. الشيء اللي يقوله الامر فيه امور بدنا نحكي، ما بدنا نحكي اشياء على الاعلام لا تحكى على الاعلام، بس انا بدي اقول للاخوه اللي كلهم موجودين في الداخل، الشيء الاساسي ان تتوحد البندقيه في الداخل. الكتائب المسلحه مع الجيش الحر والعاملين على الارض، هؤلاء عليهم ان يتوحدوا اولا واخيرا، لانه هم الزراعه الضاربه التي ستسقط النظام. نحن بالنسبه للائتلاف كعمل سياسي نحمل هموم الثوره، ندافع عن الثوره، ندافع عن البلد، نقدم اقتراحاتنا وارائنا السياسيه للمجتمع الدولي هنا وهناك، ونحن نقوم بهذا العمل. يعني انا الان يا سيدتي حتى نقول اطمن الاخوه، انا الان خلال ايام ذاهب الى محكمه الجنايات الدوليه ولدي كتسات كامله من ملفات الإدانة للنظام السوري، وسنسعى لاصدار مذكرات توقيف بحق هؤلاء المجرمين القتلة في قياده البلد. فالشيء الثاني، انا لدي كذلك ملفات ذاهب فيها الى جنيف من اجل الدفاع والتواجد في مجلس حقوق الانسان. نعم، سناتي استاذ هيثم، سناتي على موضوع جنيف في المحور الثاني. عفوا استاذ هيثم، ولكن دعني في الائتلاف والاتهامات الموجهه للائتلاف، برايك هل تعلم الائتلاف وانت الان تعترف ان هناك اخطاء كبيره؟ عفوا، يبدو ان الخط قد قطع او فصل الخط. نعم، فقدنا الاتصال. اعود اليك سياده العقيد. اشار الاستاذ هيثم المالح بان ما يسعون اليه في الائتلاف هو توحيد البندقيه وتوحيد الاركان والعسكره في الداخل السوري. لماذا هناك صعوبة في هذا الأداء بتوحيد العسكرة في سوريا؟ هو صراحة أتمنى بداية أن يتم توحيد أنفسهم بالخارج، يعني أتمنى أن يتم توحيد أنفسهم بالخارج كائتلاف وكافة الأطياف طبعا، لتكون خير ممثل وبالتالي تقدم ما تستطيع أن تقدمه للثوار على الأرض. يعني الثوار على الأرض يحتاجون إلى شيء ملموس، إلى دعم ملموس، إلى شيء يعني يخفف عنهم معاناتهم من كل النواحي، من الجوع، من قلة بعض السلاح وعدم توفر بعض الأنواع المطلوبة جدا. يعني فهذا الأمر، يعني هذا التوحيد يوحدوا أنفسهم. يعني هلا بالداخل عنا، بالداخل صحيح ما فينا نقول إنه 100% يعني متوحدين كلهم، ولكن يلي بالداخل إلى حد ما يعني يقوم بدوره، لأنه هو يعمل في ظروف صعبة وظروف طارئة، ليس كمن في الخارج يعني مرتاحا. فلذلك يعني المطلوب هو المزيد من الائتلاف، المطلوب هو توحيده أولا
وتمثيلهم الصحيح، وأن يكونوا فعلا مظلة كما أعلنوا البارحة، أن يكونوا مظلة حقيقية للمعارضة السورية ولثوار الداخل. فصراحة يعني هذا التوحيد غير موجود، لذلك يعني أوصل ثوارنا على الأرض يعني مزيد من يعني حتى أبسط الأمور لا يحصلوا عليها. نعم. يعني يطالبونهم بالقليل القليل ولا يحصلوا عليه. نعم. يطالبون بتمثيل صحيح بالخارج وإيصال صوتهم. نعم. ووجود يعني شيء واقعي وفعلي وملموس يشاهدونه ولا شيء نهائيا يعني. نعم، دعني أستمع من السيد عمر الحمزة. سيد عمر، برأيك هل من الممكن مؤتمر اسطنبول وما توصلوا إليه في خصوصا في البيان الختامي لهم إلى أن يعيد ما أسقطتموه عن الائتلاف؟ حقيقة إذا عرج السبب تعود الأمور إلى نصابها. السبب لم يطرح أيضا ليعالج، يعني العلة لم أكن أنا أذهب إلى العلة. نحن نتكلم عن ائتلاف وطني كجسم سياسي يمثل، يفترض أنه صوت الداخل، هذا أول معيار مفقود تماما عند الائتلاف الوطني، هو يسمع السعودية ويسمع أمريكا أكثر مما يسمع وروسيا أكثر مما يسمع الداخل. هذا السبب الأول. السبب الثاني، يفترض أنه يقوم على عمل مؤسساتي، يعني هم يفترض أن يعلمون العمل المؤسساتي، لا نحن أن نعلمهم العمل المؤسساتي. الهيكلية الواضحة، الوصفات الوظيفية الواضحة لكل شخص، لا أن يقف الجربة فيقول سأشكل جيش وطني من 6000 مخاطر، ثم يقول سأذهب إلى جنيف 2، ثم يقولون هذا كلام شخصي للجربة. ما هذا الائتلاف الوطني الغير قائم على عمل مؤسساتي، القائم على تصريحات فردية؟ حتى جهود الأستاذ هيثم المالح هي جهود فردية، ما يقوم به الأستاذ هيثم المالح يقوم به كجهود فردية وليس ضمن عمل الائتلاف الوطني وليس ضمن عمل المؤسساتي الذي يفترض أن يقوم به الائتلاف الوطني. أقول سقط الائتلاف الوطني من اليوم الذي انتخب فيه أحمد الجربة، ولا زال بنظري ثوار الداخل ساقطا. المطلوب منا حقيقة رغم القصف والحصار والدمار وكل شيء أن ننجز جسما سياسيا داخليا وأن ننجز جسما عسكريا داخليا، هذا ما نأمله حقيقة رغم الصعوبة الكبيرة التي قالها ضيفكم الكريم في الاستوديو، لأن نقدم ما نستطيع أن نقدمه، ولكننا نحن أيضا مقصرون في حق أنفسنا وفي حق هذه الثورة المباركة بأننا إلى الآن لم نستطع إيجاد جسم سياسي رغم وجود السياسيين في الداخل، على عكس ما كان يوهمنا سياسيون الخارج أننا لا نفهم في السياسة ولا نستطيع أن ندير العملية السياسية. نحن وجدنا الكثير من الكفاءات موجودة، أتكلم أنا ابن الغوطة الشرقية، لدينا كفاءات إدارية ولدينا كفاءات سياسية وكفاءات علمية، ولولا ذلك لمتنا جوعا حقيقة في الغوطة الشرقية. الغوطة الشرقية لا يدخل إليها شيء منذ 10 أشهر، كيف إذن يعيش الناس؟ هناك عمل مؤسساتي نوعا ما، هناك عمل إغاثي، هناك عمل طبي، هناك عمل رغم الحاجة الكبيرة والكبيرة جدا، ولكن أقول بفضل الله عز وجل أصبح هناك نوع من العمل الجماعي، نوع من العمل المؤسساتي، صار حريا بنا أن نعلمه للائتلاف الوطني للأسف. نعم، بالعودة لك سيادة العقيد، هل من الممكن أن يكون مؤتمر اسطنبول وحسب البيان أيضا الختامي الذي ذكروه، هل من الممكن أن يكون بداية جديدة مع المعارضة في الداخل؟ للأسف ليس بداية، ولا أعتبره إلا شيء واحد فقط، يعني هو هذا المؤتمر عبارة عن تبرئة للذات وتبرئة لنفسه من التهم الموجهة إليه، وبالإضافة كمان يعني عم يوضح بأنه ما زلت أنا المظلة التي أمثلكم بالداخل. وعاد في نهاية الخطاب عاد إلى أنه يعود إلى ثوابت أساسية، وهي أنه أن الدول العربية والإسلامية أن ترعى الائتلاف بموقفه من خلال واستناده إليه من خلال الثابتة الوحيدة الأولى يلي هي تنحي الأسد، وبالإضافة طلب إلى المجتمع الدولي أيضا أن يسانده في ذلك. فمعناتها يعني نحن شو عمل الائتلاف؟ نحن بنعرف أنه الائتلاف يعني هو يخضع يعني لمنظومة أو لعدة دول، منظومة خارجية يعني حتى أنه قرارات أو كذا يعني ما هي مستقلة وما هي يعني من ذاته من نفسه. يعني برأيكم ما هو المطلوب من الائتلاف الآن لإعادة المياه لمجاريها وبداية جديدة مع معارضة الداخل؟ سيدتي المطلوب متوفر لديهم صراحة، المطلوب متوفر وهو المصالحة مع الداخل. عليكم أن تلبوا طلبات الداخل، وطلبات الداخل وحاجات الداخل معروفة، يعني عليهم المزيد من الجهد، المزيد من النشاط، والابتعاد عن الفردية بالعمل والعمل بشكل مؤسساتي كما هو مطلوب منهم. يعني صراحة ما هو عمل مؤسساتي؟
نعم. يعني عبارة عن عمل يعني كلها جهود فردية يعني، وعم تكون فاشلة بنتيجة المطاف لأنها جهود غير متحدة وغير واضحة. يعني هل اللي بالداخل منتظم. اللي بالداخل جوا شو بده؟ نعم. اللي بالداخل جوا بده تأمن له سلاح، بده تأمن له طعام، بده تأمن له هالأشياء هي الأساسية يعني. وهو عم يقاتل بطبيعة الحال، عم يقاتل بما يتوفر لديه، ويحقق انتصارات على الأرض، وصامد شهور طويلة يعني مدى سنتين فينا نقول على الأقل سنتين. أن يحقق الإغاثة. الناس تموت من الجوع. أحسنتي. في المعظمية الشام وفي صحيح. غوطة دمشق، على الأقل إنقاذ هؤلاء الناس من الموت. سنأتي على المبادرات الفردية وخصوصا الذي قام بها رئيس الائتلاف أحمد الجربة في الذهاب إلى جنيف 2، و المزيد من الانقسام في المعارضة الخارجية، ولكن سنتكلم عن هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بإذن الله. ألا يطلق الرصاص الحي. الله كاتب لنا عمر ثاني ما في الثاني. 40 سنة ما في معارضة. كان هناك تعليمات واضحة لمنع جرح أي مواطن. هاي ديمقراطية البشارات الساكنة. تعملوا ديمقراطية تبع بشارات. هاي ما أكملت بالعرض. سوريا لا يستسلمون. نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. هل تعتقد أن صوتك مسموع؟ فكر مرة أخرى، لأن صداه معنا مختلف. غايتنا إيصاله للمسؤولين، ونسلط الأضواء على القضايا التي تخص الفرد والمجتمع. أنا جلال النداوي معكم في برنامج صوت الناس. بكم من جديد. سيادة العقيد، المبادرة الفردية التي قام بها رئيس الائتلاف أحمد الجربة باستعداده للذهاب إلى جنيف 2، الغريب أنه لم يتعظ من مبادرة السابقة التي قام بها رئيس الائتلاف السابق الشيخ أحمد معاذ الخطيب، والتي يعني عادت على الائتلاف بشكل سيء وبمزيد من الانقسامات. ما أثر هذه المبادرة على الائتلاف الوطني السوري؟ الأثر سلبي طبعا، سلبي جدا. يعني إذا لاحظنا حتى بالمؤتمر اسطنبول البارحة، يعني أين ممثلي الداخل؟ أين قادة الفصائل بالداخل؟ يعني أين هم؟ يعني يجب أن يكونوا متواجدين أساسا، أن يكون لهم ممثلين موجودين في اسطنبول.
لأنهم هم بالداخل الذين يعانون. لنتكلم عن هذه المبادرة وعن تأثيرها على الائتلاف الوطني السوري. نعم، وأعود هنا إلى المبادرات الشخصية أو العمل الفردي أو الارتجال. لا يجب أن يكون هناك ارتجال، هذه ثورة، شعب يعاني، يجب أن يكون العمل مؤسساتي، العمل جماعي. يعني حتى لو كانوا في كل واحد منهم موجود في أي مكان من أصقاع الأرض، هناك 1000 وسيلة و1000 واسطة حتى يتواصلوا مع بعض ويوحدوا كلمتهم، وبالتالي يصدرون إلينا أشياء تفيد هذا الشعب المذبوح في الداخل. فهذه هذا العمل الفردي غير مقبول، طبعا غير مقبول. إضافة أنه يعني دائما العمل الفردي بيكون فيه نقص غير كامل وليس متكامل، عمل غير متكامل. يعني إذا لاحظنا المبادرة التي يعني طرحت من قبل السيد جربة، وهي أنه مستعد للذهاب إلى جنيف على شرط أنه يكون هناك حكومة انتقالية يعني تعمل وتستلم السلطة، يعني اختزل. لماذا برأيك قام بهذه الخطوة واختزل تلك المأساة؟ وعلى الصعيد فردي لماذا لم يرجع إلى الائتلاف؟ يعني لماذا تجاوز كل هذه الأمور كرمال الذهاب إلى جنيف 2؟ هذا هو بيت القصيد، يعني ما تحدث به قبل قليل هو توحيد المعارضة الخارجية وتوحيد كافة أطيافها والعمل بشكل مؤسساتي، وبالتالي هنا ابتعدنا كل البعد عن أي عمل فردي وابتعدنا عن الأخطاء. يعني هذه المبادرة التي صدرت قامت الدنيا ولم تقعد عند ثوار الداخل وعند القاصي والداني، يعني بصراحة لأنه اختزل الهوية. يعني جنيف 2 هي يعني تستند أو متابعة لجنيف 1، جنيف 1 معروفة يعني في تنحي للأسد، في يعني وقف القتل، في عودة التشكيلات أو الجيش والأمن إلى تكناته، في تشكيل حكومة انتقالية، في لقيادة مرحلة انتقالية، يعني في الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية، وهذا الأمر أين ذهب؟ يعني دعني أستمع من الداخل السوري. السيد عمر، سيد عمر، ماذا يعني أنتم كمقاتلين في الداخل التخلي عن شرط بقاء النظام في السلطة في الذهاب إلى جنيف 2؟ طبعا نحن اصدرنا كمجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، طبعا نحن لسنا مجلسا عسكريا للتوضيح، يعني هو مجلس مدني يمارس العمل السياسي والإعلامي وكذلك نوعا ما يعني الإغاثي بشكل أساسي، مجلس سياسي وإعلامي، ولا نتواصل مع كل الألوية والكتائب والله الحمد. طبعا أصدرنا بيان قلنا في وقت أن نمضي للمجهول، يعني جنيف 2 هو شيء مجهول، ماذا سيمون به علينا الغرب والشرق، ثم نعترض بعد أن نمضي، أين جدول الأعمال، أين أجندة هذا المؤتمر، على أي أساس سأجلس مع القتلة ودماء تسيل؟ إذا يفترض أن نحن مع كل الحلول التي تحمي شعبنا، لكن كيف يمكن أن نذهب إلى حل سياسي والقصف ما يزال قائم بالمدافع، بالطيران الحربي، بالراجمات، بالهاون، مئات الألوف من المعتقلين، الأطفال يذبحون؟ إذا الدول الكبرى أرادت أن تدفع بمؤتمر جنيف 2 لكسر إرادة الشعب السوري، هذا بالمختصر مؤتمر يفتقر إلى جدول أعمال، إلى أهداف واضحة، فقط أن تجلس مع هذا القاتل. لا يمكن أن نذهب إلى هذا، إلى أي مؤتمر، أقول لا يمكن أن نذهب إلى أي مؤتمر إلا بمطالب بسيطة جدا طالبناها من الائتلاف أن يطالب بها. هذه المطالب قلنا أولا سحب جميع القوات الإيرانية وقوات حزب الله والقوات العراقية الغازية من جميع الأراضي السورية واعتبارها قوات احتلال وقوات إرهابية، حتى إذا أرادوا يعني على الجوجل ممكن لهم وين قوات حزب الله وين وأين تكون القوات العراقية الغازية الشيعية وأين هي القوات الإيرانية. 2 عودة جميع قوات الأسد إلى سكناتها ومقراتها العسكرية. 3 أن يكون ممثلين النظام الذين ممكن أن نجلس معهم لهم تفويض كامل، وهذا غير موجود طبعا، هذا الشرط غير موجود. نعم إذن هذه مطالب. إذن هذه مطالبكم، ماذا لو تم تجاوز هذه المطالب وتم الذهاب إلى جنيف 2 دون أي شروط؟ ماذا يعني هذا الشيء بالنسبة لكم؟ وما هي ردة فعلكم؟ قلنا أن هذه الشروط، أي تخلي عن أحد هذه المطالب والمشاركة بمؤتمر جنيف، هو بمثابة خيانة للثورة ولمن ضحى من أجل هذه الثورة، فلا تكتب العار لمستقبل بلدنا بالخضوع لإملاءات الدول التي تتلاعب بدماء شهدائنا وصمت آذانها عن القتل والذبح وتهديم بلدنا، بل وعن مجزرة الكيماوي. الآن أعادوا اعترافهم بشرعية النظام، هم يفاوضونه الآن. يعني مشكلة هذا المجتمع كيف ينظر إلى ما نعانيه نحن في الداخل.
نعم سيد سيد شكرا سيد عمر. سيادة العقيد، الائتلاف قدم مع رئاسة الأركان مقترحا عملية تفاوض لضمانة عربية وإسلامية تسبق الرعاية الأممية. برأيك هل هذا المقترح هو مدروس، وبماذا بيعود على الائتلاف وعلى الثورة السورية؟ حقيقة غير مدروس، غير مدروس، يعني هذه النقطة يعني كأنه عدنا إلى نقطة الصفر، عدنا لنطالب الآخرين، يعني نحن هو الحمل حملنا والثورة ثورتنا، يعني الجميع بالخارج يعني عم يحكي معك، وحدوا أنفسكم، جدوا لأنفسكم طريقة تتعاملون بها مع الآخرين، جدوا لنفسكم جسم واحد، جسم موحد لكم لكي تعملوا سوية. وبالتالي نحن أول شيء يعني بدنا ننطلق من أنفسنا، بدنا ننطلق من أنفسنا، هي الخطوة الأولى اللي لازم تكون، وبعدين ننتقل للآخرين. يعني الآخرين كيف بده يساعدنا نحن؟ يعني نحن حتى الغرب، يعني حتى الغرب عم يخاطبنا دائما بأنه توحدوا حتى نعرف يعني نتعامل معكم، ندعو نعرف كيف ندعمكم ونسقط النظام هذا، شايفه؟ نعم. في البيان الختامي أكدوا على أن الإسراع في تشكيل الحكومة المؤقتة، برأيك بماذا يفيد في هذه المرحلة تحديدا الإسراع بتشكيل الحكومة المؤقتة؟ والله الصراحة أنا ماني شايف بالحكومة المؤقتة إلا يعني ديكور جديد أو منصب جديد، يعني أو تشكيل جديد أو منسوخ عن الائتلاف ربما، هذا ما تقصده؟ لا أعتقد، لا غير منسوخ، ولكن هو يعني مكان آخر وجد لشخص آخر، ولكن أين هو دوره؟ ما هي مهامه؟ أين هي حكومته؟ أين يعني المكاتب؟ المفروض يعني في يكون في له تابع مكاتب، في له يعني شبه حكومة طارئة، حكومة طوارئ، حكومة مصغرة، أجنحة معينة للعمل، ويكون له دور فاعل. أين هذا؟ يعني نحن ما شفنا إلا يعني عبارة عن منصب لشخص فقط ونظري، مو أكثر من هيك يعني. طب هل من الممكن أن يكون هناك توحد لفصائل الداخل؟ يعني بالرغم من كل شيء نحن دائما بالداخل يدعو إلى التفاؤل دائما، والعمل بالداخل هو الذي دائما ننظر إليه نظرة التفاؤل، نظرة الأمل بنجاح ثورتنا صراحة. يعني فبالرغم من كل المؤامرات التي حيكت على الفصائل بالداخل وعلى ثوارنا بالداخل من خلال محاولة شرذمتها، من خلال محاولة يعني تفتيتها من فصائل دخيلة وفصائل من هنا وهناك، ومحاولة الاختراق من قبل النظام لجيشنا الحر بأشخاص وبمجموعات صغيرة ويعني بشتى الوسائل، بالرغم من كل ذلك إلى أنه يعني ثورتنا صاحية، وثورتنا الحمد لله واعية لهذا الأمر، وهي يعني صراحة تقاتل على عدة جبهات، على جبهات واسعة صراحة، تقاتل في الداخل وتقاتل النظام وتقاتل أيضا يعني أخطاء الخارج وما إلى ذلك. نعم، دعني أستمع للسيد عمر. سيد عمر، ما تقييمك على تشكيل هؤلاء الكتائب والفصائل العسكرية في بداية الثورة السورية وحاليا في الأشهر الأخيرة للثورة السورية؟ يعني إذا عشنا الواقع، وأتكلم هنا مثلا عن الغوطة الشرقية التي أنا ابن هذه الغوطة وعشت منذ الشهر السادس عام 2011 أو الشهر الثامن عندما بدأ التفكير في يعني الفصائل العسكرية، وحتى هذه اللحظة الآن يختلف بأمر معين، أنه الكل الآن على اتفاق كامل بأنه إن لم يكن هناك وحدة للكلمة ووحدة للصف وبظلة واحدة سوف يتأخر النصر. لذلك بدأت بالموضوع غرف العمليات المشتركة، وهذه بادرة خير، يعني غرف عمليات مشتركة ليس يعني انصهار، إنما غرفة عمليات مشتركة تقود المعارك على في أرض معينة، هذا يملك دبابة وذلك يمتلك شركة، يصبح السلاح الثقيل نوعا ما متوازن مع هذا الفصيل وهذا الفصيل على عكس ما كان يحدث في السابق. كان هناك مسألة الدعم الخارجي حقيقة سببت لنا كثير من المشاكل بسبب اختلاف الداعمين واختلاف أجنداتهم واختلاف تفكيرهم واختلاف طريقة تعاطيهم مع الحدث، هذا أثر على الكتائب والألوية. الآن يبدو الأمر أكثر وعياً، يعني الآن التصنيع المحلي هو الغالب، إن كان بالهاون إن كان حتى بالذخيرة، وهناك بعض الطرق مغلقة تماما على الخارج، معظمية الشام، دارية، الريف الجنوبي، الغوطة الشرقية، برزة، القابون، وبالتالي هم يعني تصنيع بما يعملونه يمكن أن ينجزون،
لذلك التعويل هنا يكون على اتفاق هذه الكتائب والألوية الآن مع بعضها البعض. هناك نضج حقيقة، أصبحنا أمام قادة ألوية ليس فقط يعني حاملين السلاح، بل يحملون فكرا سياسيا، ويحملون أيضا يعني ولهم سمعتهم الطيبة جدا في الداخل، وهم أبناء يعني محترمون جدا بعائلاتهم بأخلاقهم بسلوكهم. لا لن أسمي أسماء بعيني حتى لا يقال أني يعني أريد أن أكسب دعاية لأي، ولكن معظم هذه الألوية الآن لها سمعتها، لها عملياتها النوعية، لها تنظيمها. هناك ألوية الآن سبقت نعم. المؤسسات المدنية بعملية الهيكلة الإدارية والتنظيم. نعم سيد عمر، ولكن عذر الائتلاف، وأيضا أنتم متهمون بتشرذمكم كفصائل وكتائب، يعني هناك يعني أعذار يعني يطلقها الائتلاف ضدكم في هذا المجال. تماما، يعني كما نحن كما ذكر ضيفكم الكريم في الاستوديو، يعني فأرونا وحدتكم أنتم، يا من تقول أنا التجمع الفلاني والحزب الفلاني وهناك كعكة اسمها سوريا وأتقاسم لي 14 مقعد، يتقاتلون كما يتقاتل الأطفال في اجتماعاتهم الخاصة، لا لي 6 مقاعد، لا أقبل بأن يكون لي 7 مقاعد. ما حدث هذا في الداخل على فكرة سابق، ولن يحدث. أنا أقول نعم يختلفون، نعم هناك بعض الهنات، لكن لم تصل إلى مسألة أنني أنظر إلى سوريا على أنني كعكة. نعم. هذا معي بحق الثورة وبحق الدماء التي سالت. نعم سيد عمر الناطق الإعلامي في مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، شكرا جزيلا لك. سيادة العقيد، سؤالي الأخير لك، هل تحملون الائتلاف كل ما آلت إليه الثورة حتى اليوم؟ هي في عوامل كثير صراحة مشتركة، نحن ما بدنا كمان انه حاملين السكين وعم نذبح بالائتلاف. يعني الائتلاف يعني هو عبارة عن مؤسسة، يعني اذا جاز القول يعني مؤسسة وجدت للتمثيل، يعني لإيصال الصوت، وربما هناك عقبات معينة، عقبات كثيرة يعني تلاعبت او تحكمت فيها كثير من التيارات والدول والاتجاهات وما الى ذلك، يعني فهي امكانيات محدودة حتما، ولكن اللي بنتمناه يعني انه ينفضوا انفسهم هذا الغبار ويلتفتوا الى الداخل ويضعوا يدهم بيد، وبالتالي العمل بشكل مؤسساتي ليس اكثر، ولكن اذا بقوا على هذا فسيبقوا مكانك راوع. وصراحة ثوار الداخل يعملون بشكل دؤوب ويحققون الانتصارات، يعني كما لاحظنا في الناصرية ومنطقة القلمون وفي الغوطة الشرقية والغربية وحمص، حماة الآن وريف حماة، دير الزور، حلب وريفها، الدب، يعني درعا يعني ما يحقق من إنجازات على الأرض ليعيرك انتباها إلى عدم اكتراث ثوار الأرض بما يجري، ولكن يعني نتمنى أن يكونوا فعلا مظلة حقيقية. نعم، أنت تعني أن هناك فرق كبير بين الإنجازات على الأرض من قبل الداخل وما بين الإنجازات المعارضين في الخارج. بالتأكيد، يعني ما في نسبة أبدا، لا يوجد تساوي في هذه الإنجازات التي تصب في مصلحة الثورة السورية. يعني حتى بصراحة في هذه المرحلة أو في هذه الفترة يعني بتنا نشعر بأن الائتلاف والمعارضة الخارجية بواد، وثوارنا في على الأرض وبالداخل يعني بظروفهم التي يعيشونها بواد آخر، ليس هناك من يلتفت لهم يعني صراحة. يعني نعم، هناك إحباط في الآمال لديكم من أي مؤتمرات مقبلة بعد أسطنبول وغير أسطنبول؟ لا تعولون على أي خطوة قادمة سواء في جنيف 2 أو هل يأستم من الائتلاف ومن هذه المؤتمرات؟ لا، نحن صراحة يعني لا نعول، لا تعول، تعولون فقط على الداخل. نحن نلاحظ انه يعني مو بس الائتلاف، يعني نحن المنظومه الخارجيه والدول الداعمه وما الى ذلك، يعني كل هؤلاء اذا لاحظنا يعني عم يوصلوا قطعت امالكم، عم يوصلوا النظام لحاله من التمرد. اي مسانده ان كانت دوليه او حتى من المعارضين الخارج؟ ما في يأس، نحن لا حياه مع الياس. نعم. ولكن القتال والبندقيه في ميدان المعركه وثوار الابطال هم الذين يعني سيحسم الوضع، سيحسم في يعني حتى لو نحن قد يكون هناك لا يوجد حسم نهائي. نعم. ولكن قد يعني بالتأكيد رح يكونوا هن القوة الضاربة وهن القوة التي ستلوي ذراع النظام، وهي رح تخليه
ينجر يعني للمفاوضة ولا يطلب المفاوضة، مو مثل الوقت الحالي. الوقت الحالي نحن عم نلاحظ بأنه ما يجري في الخارج صفى عم يساعد النظام، بعيد عن مطالب، صار النظام هو اللي عم يتمرد، هو اللي عم يحط شروط، عفوا يعني عم يحط شروط لدرجة بأنه اليوم سمعت بأنه بشار الأسد عم يحكي بأنه أنا ما رح روح على الحوار حتى المعارضة المسلحة تلقي السلاح. شو في يعني مدى الوقاحة السياسية اللي عم يتبعه هو نظامه؟ نعم، بهذا أختم حلقتي لهذا اليوم. أشكر حضورك سيادة العقيد الطيار الركن يوسف الأسد النعيمي رئيس الاستطلاع في قيادة الفرقة 20 الجوية. شكرا. كما أشكر الأستاذ هيثم المالح رئيس الهيئة القانونية في الائتلاف الوطني السوري، وأشكر الناطق الإعلامي في مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق السيد عمر حمزة. والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.